عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعرف من نفسك؟ عبد العزيز السليمان، متخصص في مجال التأمين، من سكان مدينة الرياض ومقيم فيها. ما شاء الله. شغال فين أستاذ عبد العزيز؟ أنا أشتغل في مجال التأمين مثل ما قلت. خبرتي في هذا المجال تتجاوز 17 سنة. تقلدت عدة مناصب في عدة شركات، وحاليا أنا المدير العام للحسابات الرئيسية في أحد أكبر الشركات في المملكة العربية السعودية. حضرتك مشترك معنا ببرنامج القيادة بالكاريزما مع البروفيسور كيرت مورتنسون. ممكن أكثر أعرف أكثر حاجة عجبتك في البرنامج اللي حضرته؟ طبعا البرنامج الخاص بالقيادة بالكاريزما من أفضل البرامج التدريبية اللي تحصلت عليها في فترة العشر سنوات الماضية، لأنه ساعد في رفع المعلومات وساعد في زيادة الإدراك للمعلومات اللي احنا جالسين ناخذها. اليوم احنا في مثل هذه المحاضرات استطعنا اننا نفهم الخصائص الأساسية في الشخصية الكاريزمية، وكيف نتفاعل مع هذه الخصائص في مجالات العمل المختلفة لكل واحد مشارك في هذه الدورة. ممتاز جدا. يعني فهمت كلامك انه البرنامج التدريبي خصيصا في القيادة وفي الكاريزما بيفيدنا على المجال المهني، وبيفيدنا كمان على المجال الشخصي في تعامله مع الآخرين واهل حوالينا. بالضبط. نعم. مفيد جدا حتى على مستوى الحياة الشخصية، مش فقط على الحياة العملية. يساعدك في تعاملك مع ابنائك، مع محيطك الداخلي، العائلة بنطاقها الضيقة والعائلة بنطاقها الواسع، الأصدقاء، وأيضا والأهم في عملك وحياتك المهنية. ممتاز. كنت حضرت معنا كمان ورش تدريبية من خلال نادي خدمة العملاء في ميدكس، زي توجه ذهني إيجابي، أساسيات بناء الثقة بالنفس، كيف تحقق المستقبل الذي تريده. ممكن أعرف لما كنت حضر معنا الورش كل سبت أو أسبوعين تقريبا، يعني أكثر حاجة عجبتك في الورش اللي حضرتها؟ أكثر شيء عجبني في الورش هذه أولاً أنها بشكل دوري، يعني أنت جالس تعمل على تطوير بشكل أسبوعي مستمر، وأحياناً كنا ناخذ ورش مرتين في الأسبوع. هذا ساعد في نقطة مهمة جداً ونقطة دائمة لفكرة البرنامج نفسه، اللي هي فكرة تطوير الذات المستمر. تطوير الذاتي مستمر عندك من خلال المتابعة المستمرة. يعني أنت متاح لك اليوم أنك تحضر دورات وتحضر ورش تعزز المعلومة باستمرار عندك. في عندك أي استفسار، في عندك أي سؤال، ممكن تسأل الخبراء الموجودين. وفي هذه النقطة أنا أحب أني أشيد بجميع الأخوان العاملين في ميدكس في خدمة العملاء، في التعامل الأكثر من رائع. متواجدين دائما، احنا نتواصل معهم، نلقاهم سواء عن طريق الاتصال او عن طريق الواتساب او موجودين في مقرهم الكريم. نقدر نتواصل، نقدر نستفسر. طيب حتى لو احتجنا مثلا اعادة احد الورش، يساعدونا في موضوع اعادة هذه الورش بحيث انه يتم اعادة طرحها بطريقة مختلفة وطريقة اخرى. وهذا الشيء ما أخفيك كان رائع جدا. أنا لي في المجال وحضور الدورات أكثر من 20 سنة، لأول مرة أتعامل مع جهة العلاقة تبدأ من بعد حضور الورشة مش من قبل. وهذا شيء مهم جدا، لأنه مثل ما قلنا في وقت سابق أحيانا قد تواجه الشخص مشكلة في التطبيق، لما يكون في عندك جهة موجهة لك تساعدك في أنه العقبات اللي قد تواجهها في موضوع التطبيق ما يكون لها حل مباشر إلا باستشارة الخبير. الخبراء موجودين أسبوعياً يساعدونا فيه. شرفنا بوجودك أستاذ عبد العزيز، وإن شاء الله رح لسه مستمرة معنا في باقي السنة إن شاء الله. للشرف. الله يعطيكم العافية ومنها للأعلى إن شاء الله. الله يسعدك يا رب. بالتوفيق. شكراً جزيلاً. شكراً. الله يسعدك يا رب.